أين موقع اليمن من خارطة الصراع الإقليمي والدولي في المنطقة؟ كيف ساهمت السعودية في اختطاف القرار اليمني وإفراغ مشروع مقاومة الانقلاب من محتواه؟ وإلى متى سيظل قادة الحكومة الشرعية صامتون إزاء مشاريع الوصاية والتقسيم؟ أهلا بكم. شاءت الجغرافيا أن تكون اليمن جارة للسعودية النفطية الأولى، وشاء التاريخ أن تكون مواقف المملكة ضدا من مصالح الشعب اليمني منذ أكثر من نصف قرن. وبين مأزق الجغرافيا والتاريخ تتلخص مأساة شعب لم يترك ليتنفس حريته أو يتحصل خبزه. اليوم ومع ازدياد التوتر في المنطقة، يبرز اليمنيون كأول من يدفع فاتورة هذا التصعيد الذي تغذيه دول كبرى على حساب مصالح اليمنيين ودولتهم. السعودية، الإمارات، إيران، الولايات المتحدة وغيرها من الدول تحاول فرض أجنداتها في اليمن. ليس من بين هذه الأجندات ما هو مصلحة اليمنيين، غير أن الأسوأ من ذلك هو الوكلاء المحليون لهذه المشاريع والذين ينفذون بالوكالة مشاريع هدم وتقسيم البلد من صعدة شمالا وحتى عدن جنوبا. حرب مركبة منذ 5 سنوات أصبح اليمن على إثرها ساحة صراع إقليمي ودولي تبرز فيه مصالح الإقليم والعالم على حساب مصالح أبنائه وتطلعاتهم. موقع اليمن الجيوسياسي جعله في قلب التجاذبات الإقليمية والدولية، ودخول دول الجوار في خط المعركة عسكرياً وسياسياً سلب ما تبقى من القرار الوطني، إذ أصبح اليمن شأناً إقليمياً ودولياً يدار وفقاً لخطوط مصالح قوى عدة ليس لليمنيين فيها ناقة ولا جمل. ميليشيا الحوثي تسيطر على الجزء الشمالي من البلد، وأبو ظبي والرياض تسيطران على جنوب وشرق البلاد وشريطها الساحلي، بينما لا تسيطر الحكومة سوى على مناطق محدودة في وسط وشرق البلاد. هذه خارطة النفوذ في اليمن بعد 5 سنوات من الانقلاب الداخلي والوصاية الخارجية. يزيد الوضع سوءاً مع ازدياد التوتر في المنطقة بين إيران والسعودية وتقاطعات مصالحهما مع الدول الكبرى. ويوماً بعد آخر يصبح اليمن ميداناً لتصفية الحسابات بين هذه الدول، حتى ولو كان الثمن دماء عشرات الآلاف من اليمنيين وملايين الجوعى. أداء الشرعية الهزيل وتعاملها مع من تعتبرهم حلفائها كمتعهد تابع ضعف المشكلة، وسلم البلد برمته للرياض وحلفائها، ولم تعد الشرعية سوى أشبه بغطاء لشرعنة كل ما يريده اللاعبون الإقليميون والدوليون. الخطاب الدولي بشأن الأزمة اليمنية شهد تغيراً غير مفهوم، فيما باتت أجندة كإنهاء الانقلاب ومواجهة انحراف أهداف الرياض وأبو ظبي واستعادة السلطة الشرعية غير متواجدة على طاولة مجلس الأمن ولا في نقاشات الفاعلين الدوليين في ملف اليمن. وكأن العالم يدفع باتجاه استمرار الوضع الميليشياوي في البلد، وتبقى الشرعية كالشاهد الأخرس على كل ما يحدث لليمن واليمنيين. إذا مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة سيكون معنا وكيل وزارة الثقافة الأستاذ عبد الهادي العزعزي عبر الأقمار الاصطناعية من عدن، وسينضم معه بعد قليل الدكتور علي من تعز عفوا، وسينضم معه بعد قليل الدكتور علي العبسي الباحث في العلاقات الدولية من برلين عبر الهاتف. بداية دعني أرحب بك أستاذ عبد الهادي، مرحبا بك. أهلا وسهلا أختي. أهلا بك أستاذ عبد الهادي. برأيك كيف أصبحت اليمن ساحة لصراع قوى إقليمية ودولية؟ أعتقد أن ما ذكره تقريركم مسبقا من أن الجمهورية اليمنية الواقعة في الركن الجنوبي الغربي من شبه الجزيرة العربية أصبحت اليوم تتجاذبها قوى كبيرة، فقد أدى الموقع الجغرافي ببعديه شرق أفريقيا إلى الجنوب الغربي ومضيق باب المندب ذاك الممر الدولي والنفط الواقع بالشمال أدوات حاكمة لآلية الصراع داخل هذه الدولة وفي هذا الركن الهام جدا من مصادر الطاقة في العالم، ومن بلد ومن منطقة تتواجد فيها ربما أكبر مرجعية أكبر تجمع ديني في العالم تقريبا، إذا أو ثاني تجمع دوليا في العالم بعد البوذيين
وهم وهي المقدسات الإسلامية في وسط الجزيرة الوسط الغربي من الجزيرة العربية. فإن اليمن داخل هذا الإقليم محشورة بمجموعة من الصراعات بسوق النفط الصناعية الكبيرة في الغرب، ممثلة في بريطانيا، فرنسا، كندا، الولايات المتحدة، وممثلة بقوى إقليمية هي كل من إيران وأيضا المملكة العربية السعودية ودولا احتياطية هي كل من الباكستان، الهند، وأثيوبيا أو شرق أفريقيا وجمهورية مصر العربية. هذه الدول كلها لها تأثيرات كبيرة على موقع هذا البلد الذي وقع بفعل عمل داخلي مغذى إقليميا في رحى انقلاب أدى في الأخير إلى إيجاد خارطة كما ذكرتها بالتفصيل تتوزعه القوى الكبرى، وهو مغطى بمجموعة من القرارات، ومع الأسف الشديد بلدا يقبع تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، بلدا أصبح عرضة لمجاعة ومنطقة استنزاف بشري متصل على كافة الأصعدة، استنزافا في هويته الوطنية، استنزافا في مشروعه السياسي، استنزافا في كادره البشري، استنزافا في إمكانياته المادية الهشة أصلا في أساسها. وبالتالي تتجمع كل هذه العوامل وهي نتاج لأمراض متراكمة أدت فيها الجمهورية إلى حسم الهوية الوطنية التي تؤدي إلى التشظي ولم تحسم موضوع المواطنة. وكانت هناك إشكالات متركزة في آلية العصبية الحاكمة التي كان يفترض أن تكون الهوية الوطنية ودستور البلد، لكن مع الأسف الشديد برزت لدينا مجموعة من الهويات المتداخلة كانت النتيجة الأساسية للوضع الذي وصلنا إليه، وبروز مجموعة كبيرة من المشاريع ما قبل وطنية تتجاذبهم قوى إقليمية كل يبحث لنفسه عن موطئ قدم. هذا هو وضعنا بالمختصر المفيد. نعم، إذن أستاذ عبد الهادي، أيضا يعني ربما ما تشهده اليمن من معارك وصراع في الداخل بين قوى وميليشيات خارج سياق الدولة، وأيضا وبين ولاءات سياسية لدول إقليمية ودولية، يعني ليس فقط الموقع الجغرافي والسياسي، لكن نحن نكبنا أيضا بنخب سياسية للأسف الشديد ما بين فساد وولاءات خارجية، ما هو رأيك؟ أتفق معك كثيرا أننا نكبنا بنخبة سياسية لم تستوعب ما هو واجبها الوطني وكيف تتم فصل القوم عن الوطني والإسلام عن الوطني والأمم عن الوطني. هذه الأبعاد الثلاثة ظلت ضبابية لدى النخبة اليمنية، فبدلا من استغلال علاقاتها بالخارج بكافة الأطياف لمنح بلدها مزيدا من الاستقرار، وبدلا من القيام بمهامها الوطنية المناطة بها، اتجه البعض إلى إثبات نوع من مواجهة هشاشة البنية الإيديولوجية لهذه التكوينات والقوى الوطنية بمزيد من تعميق الكراهية، من تمزيق النسيج الاجتماعي الداخلي، من إدخالنا صراعات نحن في غنى عنها، نحن ممزقين طبيعيا إذ أن هويتنا الوطنية تتشظى، ولولا تشظي هذه الهوية الوطنية وعدم وضوح الرؤية والمشروع الوطني وحالة التضارب داخل الإيديولوجية لما كانت وقعت هذه الانقلابات، ولا كان وضعنا ربما أفضل بكثير. اليوم نشهد انقلابات مركبة، انقلاب ضد السلطة الشرعية بكل مؤسساتها، ثم انقلابا داخل السلطة الشرعية، وها وكلا الحالتين محكومتان كلا بوضعها. الأول استولى على الدولة وأنهى قواعدها العسكرية والمادية وأنهك ما كنا قد تورثناه على مدى قرابة 6 عقود من الجهاز الفني والإداري المنهك أصلا داخل بنية لم تحسم مسألة المواطنة، وولاء وطني هش ظل متركزا في بعض المؤسسات التعليمية التي كانت خارج مسألة التوجيه والسيطرة سواء الدينية أو الجغرافية أو ذات الولاءات الضيقة سواء كانت مناطقية أو سلالية. نعم، إذن هذه العملية نفسها، نعم تفضل، هذه العملية نفسها كانت سبب فشل برامج التنمية، وعلى رأس هذه البرامج هي التنمية السياسية.
إذا أن الأنظمة العربية مع الأسف الشديد انحدرت منذ منتصف حقبة السبعينات إلى بناء دكتاتوريات، هذه الدكتاتوريات أتت على الأخضر واليابس، أتت على الولاء الوطني، أتت على ارتباط المواطنين بالدولة التي ينتمون إليهم، أتت على أنظمة تعاملت مع مواطنيها على أنهم خصوما وأدوات للجباية، فأوجدت حالة من الصراع بين المواطن والمؤسسة العامة التي من المفترض أن ينتمي إليها، فظل يتعامل معها على أنه خصم، وكلما سقطت وسقط جيشها كان يعتبر ذاك عيدا. ربما بعض البلدان مع الأسف الشديد العربية سقطت عواصمها، فكان هناك من بعض النخب السياسية من يبارك للآخر بسقوط العاصمة، وهو مشهد قلما تسمعه أو تشهده في أي بلد آخر في العالم، وهي حالة ربما لم تتوارد إلا في ظل الدكتاتوريات التي تهدم النواميس وتهدم تهدم الحاضرة، وكانت قد صادرت الماضي ليتحول المستقبل إلى حلم بعيد المنال أو يتأخر عن موعده كثيرا جدا. نعم، إذا أستاذ عبد الهادي، هذه المعطيات هل تؤكد بأن اليمن باتت كرة في ملعب الصراع الإقليمي خاصة، يعني ويبدو أن الحرب فتحت شهية هذه الدول لكي يعني كل دولة تريد أن تأخذ نصيبها من أو موقعها في اليمن؟ بالتأكيد هذه الانقلابات وهذا الوضع اليمني أوجد لدينا سلطة بلا إمكانيات، وأوجد سلطة لم تعمل على تطوير إمكانياتها، وأوجد سلطة أيضا غادرت البلد ولا تعرف أن المغادرة هي خطوة إلى الخلف من أجل خطوتين إلى الأمام. وكنا نتمنى من الإخوة في السلطة الشرعية، نحن كأعضاء في الجهاز الإداري للدولة أو كمواطنين في نفس الوقت، نتمنى أن نشهد قياداتنا تقول بين محافظة وأخرى، بين مديرية وأخرى، تساهم هنا في حل إشكال، تساهم هنا في صناعة استقرار، تستقل كل علاقاتها. نحن في الداخل استنفرنا لمواجهة هذا المشروع، وكنا نعتقد أن السلطة أكثر استنفارا منا، لكننا مع الأسف الشديد نصطدم بشكل كبير عندما تحط فوق رؤوسنا الأزمات، ويقابل هذه الأزمات صمتا من بيدهم ألا يصمتون أساسا. الأخوة مجلس الوزراء، الأخوة وزير الإعلام، الناطق الرسمي للحكومة، ثم الرئاسة، القيادة العليا، القوات المسلحة، الخطاب الوطني، نحن إلى الآن 5 سنوات نقاتل بالمجهود الذاتي، أغلب جبهاتنا تقاتل بالمجهود الذاتي أو بالشحن الذاتي لأنفسهم، لا يوجد خطابا سياسيا موحدا. الحرب هي أحد أدوات التفاوض، لكن بأدوات خشنة تغطى ببرنامج سياسي واضح الملامح والمقدمات. أعتقد أن قسما كبيرا من هذه الخربطة والإرباك وهي ضعف أداء الخطاب الإعلامي وضعف وضوح المشروع، كما أن القوى السياسية أيضا الأخرى المساندة هي لا تستطيع منفردة أن تتبنى مشروعا، لكن كان الأقدر ب5 سنوات أن يتم صناعة مشروع وملامح هذا المشروع بدلا من التغريدة داخل ما سمي بمخرجات مؤتمر الحوار الوطني، التي قسما منها قد تجاوزناها. كانت لدينا كما قيل مشكلتان، المشكلة الجنوبية، القضية الجنوبية وقضية صعدة. اليوم لدينا قضية جنوبية تعم البلد بأكمله، وقضية صعدة تعمه. لدينا فقر مدقع، لدينا 5 سنوات من الاستنزاف بعد مرحلة طويلة من الفقر. الفقر يقتل الولاء الوطني، يقتل الارتباط، يقتل الاستقلالية، يقتل حرية اتخاذ القرار. لدينا مناطق محاصرة، لدينا مناطق تعيش حالة من السوء بشكل مخيف. لدينا عدم وضوح أوجد شحنا إيديولوجي بهدف البقاء والتماسك. بعض القوى التي تخاف أن قوتها التنظيمية والإيديولوجية كقوى سياسية يمكن أن تؤدي إلى تشظ وتمزق، لذلك البعض بسبب عدم وضوح الرؤية خصوصا لدى المواطنين تحولوا إلى صراع بيني، كل منهم يتهم الآخر ويحمله المسؤولية على المستوى الداخلي خصوصا بين القوى السياسية وبين الجيش، ولا زالت ملامح القاموس السياسي سيئة. نعم، فالجميع لا يفرقون بين السلطة المركزية والسلطة الاتحادية وما بين صلاحية المحافظات والمحافظين، أي أننا نحتاج في هذه الفترة بالذات إلى خطاب إعلامي، إلى صياغة رؤية موحدة، رؤية للخروج
على الأقل رؤية للخروج وتحفظ هذا البلد الذي لديه 5 قرارات ديباجتها الدولية تلزم كل الأطراف، خصوصا أننا في الفصل السابع الحفاظ على الكيان السياسي والكيان السياسي موحدا وبسلامة أراضيه ككيان معترف به من قبل الأمم المتحدة. لكننا نشهد في المقابل خطابا إعلامي موازن، بل خطابات إعلامية هي ما تخرق الإرباك، ومع الأسف الشديد غيبت كل الوسائل ليأتي وسائل التواصل الاجتماعي لتتصدر المشهد مربكة كل هذه الحالة من عدم الثقة والتخوف، خصوصا أننا بلدا خرجنا من ثورة بعد رحم استبداد قاد كل شيء وصنف كل شيء باسمه، ولدينا مؤسسة عسكرية كانت ضعيفة، ما ليست ضعيفة لكنها مشتتة الولاء. مع الأسف الشديد مؤسسة عسكرية قوية لكنها مشتتة الولاء وغير موجهة سياسيا. نعم، إذن اسمح لنا أستاذ عبد الهادي أن ينضم معنا عبر الهاتف الدكتور علي العبسي الباحث في العلاقات الدولية من برلين. مساء الخير دكتور علي. مساء النور. أهلا بك دكتور علي. كيف ساهمت برأيك طريقة تعاطي المجتمع الدولي مع اليمن في المرحلة الانتقالية في تأزيم الواقع السياسي اليمني؟ ربما إذا نتحدث عن المرحلة الانتقالية قبل الأزمة والحرب، أعتقد بالعكس المجتمع الدولي دعم الحكومة اليمنية ودعم الثورة في اليمن بشكل قوي جدا. يعني كان هناك تغطية دولية للحوار الوطني، كان هناك تغطية للتحول السياسي الموجود في اليمن. دعينا نتذكر أن مجلس الأمن عقد أحد جلساته في العاصمة صنعاء لدعم عملية الانتقال السياسي الموجودة في اليمن. بالعكس المجتمع الدولي قدم كل الدعم الممكن لتحول السياسي في اليمن، لكن الإشكالية ليست في الدعم الدولي وحتى الدعم الإقليمي. يعني أين تكمن الإشكالية إذن؟ الإشكالية هي في التقاطعات الاجتماعية والسياسية الموجودة في اليمن التي انفجرت فجأة. طبعا هناك التاريخ اليمني كله كان مليء بالصراع، مليء بالتقاطعات السياسية. الدولة لم تكن لدينا دولة موحدة ذات تقاليد عريقة، لدينا تجربة بسيطة أو قصيرة في مجال الدولة الموحدة. كان هناك إدارة الدولة كانت قائمة على كتم الأزمات وترحيلها وليس حل الأزمات، بل وإدارة الدولة عن طريق الأزمة. وهذا ما أدى إلى تراكم احتقانات، إلى تراكم النزاعات، إلى تراكم ثارات انفجرت فجأة في عندما وجدت الظروف موجودة. لا. الدولة اليمنية للأسف الشديد نحن فشلنا في تحقيق في بناء دولة يمنية سواء على مستوى الجنوب أو على مستوى الشمال. حتى مع تجربة الجنوب التي كانت تجربة مميزة وكان هناك سلطة مركزية قوية وكان هناك أجهزة دولة قوية، انفجرت فجأة في 13 يناير 86 وتقاتل الرفاق في عدن في الجنوب على أساس الانتماءات القبلية والمناطقية بشكل يعني كان مفاجئ للجميع. المشكلة في اليمن هناك تقاطعات كثيرة، هناك تقاطعات على مستوى طائفي، هناك تقاطعات على مستوى عشائري، هناك تقاطعات على مستوى جهوي، وهذه كلها أسهمت في تعقيد المسألة، وبالذات عند غياب قيادة وطنية حقيقية. لا تجد لدينا قيادة وطنية حقيقية لا في المعارضة ولا في النخب السياسية ولا حتى في قيادات الدولة نفسها. كنا نعاني من هذه الأزمة. القيادة حتى الحزبية التي تداعت بالوطنية عندما كانت يعني تساهم في التسويق السياسي كانت لا تهتم بحل شامل لكل اليمن، لكن كانت تسعى الى تقاسم السلطه الى حصول على امتيازات ومصالح، وبالنتيجه الوضع كان هش جدا في اليمن. وللاسف الشديد عندما توفرت الظروف لانفجار الاوضاع هذه انفجرت ونحن الان نعيش في حرب هي الان احد تمظهرات الازمه السياسيه العميقه في اليمن. الحرب هي احد تمظهرات الازمه، لكن هذه الازمه موجوده منذ اكثر من 60 او 70 سنه. وهذه الازمه دكتور، يعني انت تجد ان المجتمع الدولي قدم الدعم الكافي للحكومه، ولكن هناك من يرى ان موقف القوى الدوليه والعالم الخارجي ومعهم دول الاقليم اقرب في التعامل مع الصراع والحرب الدائره في اليمن اليوم من منطلق اداره الازمه وليس من منطلق حل الازمه، ما هو رايك؟ انا اعتقد اذا لم تساعدي نفسك فلا احد يستطيع ان يساعدك. يعني الازمه هي ازمه يمنيه محليه في الدرجه الاولى. نعم هناك لها تقاطعات اقليميه، هناك تدخلات اقليميه، وهناك غطاء دولي لهذا الطرف او لذلك، لكن الازمه هي في الاساس يمنيه. يعني وللاسف الشديد فشلنا كيمنيين في حل الازمه بجميع الطرق، سواء حل الازمه بالقوى المسلحه
أو حل الأزمة بالحوار والحلول السياسية. المجتمع الدولي لا يستطيع أن يفرض عليه من حلين سياسيا، لا يمكن له ذلك، حتى لو أراد ذلك، حتى لو سمعت الإدارة الإرادة الدولية والإرادة الإقليمية لفرض حل في اليمن لا يناسب مصالح الأطراف المتطرفة في اليمن، فلن يكون هناك أي حل. الحل هو أيضا يكون يمنيا. نعم الدور الدولي والدور الإقليمي قد يلعب دورا مساعدا كبيرا في هذه المسألة في اتجاه حل الأزمة، حل الأزمة وإيقاف الحرب أو حل الصراع في اليمن، ولكن المهمة والقاع على اليمنيين أولا وأخيرا. يعني لا يمكن أن يفرض حل على اليمنيين، كيف يمكن المجتمع الدولي أن يحل أو المجتمع الإقليمي أن يفرض حلا على اليمنيين؟ هو حاول، المجتمع الإقليمي حاول أن يفرض حلا بالقوى المسلحة لكنه فشل في ذلك، ولا أعتقد أن المجتمع الدولي يستطيع أن يفرض أيضا حلا باليمن بأي وسيلة كانت. الحلول دائما تأتي من الداخل، على اليمنيين أن يجدوا حلولا للصراع القائم بينهم، وبعد ذلك المجتمع الدولي يمكن أن يقدم تغطية لهذا الحل. المجتمع الدولي بالتأكيد هو قد يلعب دورا إيجابيا هنا، دورا سلبيا هنا. في مرحلة ما بعد الحرب ربما كان هناك دور في البداية دور إيجابي، ولكنه في المرحلة المتأخرة من الحرب تحول إلى دور سلبي حتى على مستوى المساعدات الإنسانية. لكن ذلك لا ينفي أبدا مسؤوليتنا كيمنيين عن الفشل، عن فشل في حل هذا الصراع. نعم، إذن ابقى معنا دكتور علي، سأخذ رأي الأستاذ عبد الهادي في هذه النقطة. ما رأيك أستاذ عبد الهادي، يرى الدكتور علي العبسي أن المجتمع قدم الدولي قدم لليمن الدعم الكافي ولن يستطيع أو لا يستطيع فرض حل من الخارج، والحل بالتأكيد لن يكون إلا من الداخل يمنيا يمنيا؟ أتفق مع ما ذهب إليه الدكتور بشكل كبير. خرجنا إلى الحرب بعد حوار، هذا الحوار كان في بعضه على طريقة الزير سالم أريد كل إباحيا، كان الجميع يريد كل ما طرحه هو كأنه قدرا مسلما به، أو أن القوى السياسية اليمنية التي أضيف إليها من قاد الإنقلاب وهم جماعة ما سموا أنفسهم بأنصار الله أو كما يسميهم المواطنين جماعة الحوثي، دخلوا لديهم ثنائيات لا يؤمنون بالكلمة، بلا بالكلمة المكتوبة ولا بالاتفاقات، يؤمنون بما تخلقه أفواه البنادق، يؤمنون بما تخلقه أفواه البنادق، ويؤمنون بفرض أدواتهم وتجربتهم، فتحركوا في قوة عسكرية تعددت مسمياتها من صعدة حتى إسقاط العاصمة. ومع الأسف الشديد إسقاط العاصمة أظهر مدى ضحالتنا، مدى ضحالة وعينا الوطني، مدى ضحالة قضية الانتماء لنا اليمنيين، كيف خولنا بعضنا بعضا، كيف سمحنا بإسقاط محافظات رجلا يحتضم الدولة وبعضنا يتهم البعض الآخر، أن الذي سقط الحزب ألف أو الحزب باء، أن الذي سقط الإسلاميين هنا واليسار هنا والقوميين هناك، حالة تبعث فعلا على البكاء. ما تعاملنا معه، لم نستطع أن نتجاوز الوضع الداخلي والخارجي، اتضح أن لنا جيشا أربك ولم يعي ما هي مهامه، ولا زال البعض منه يتهم القيادة العليا للقوات المسلحة أنها لم تقم بدورها، في حين مثلا أنا أتهم الجميع بالتقصير، النخبة هذه جميعا التي اعتبرت الحرب امتدادا للتفاوض، هي الآن تتفاوض لكن بأدوات خشنة ندفع ثمنها نحن دماء وإمكانيات، أصبحنا بلا قواعد قوية، بلا جيش، أصبحت قواتنا المسلحة ووحداتها التي كسبناها بالميراث منذ عام 1962 تساقطت وتشظت وراحت ضحيتها بنانا التحتية المتواضعة جدا، فقدنا قسما كبيرا منها والآن نفقد ما تبقى منها، كذلك أنهكنا على مستوى الإنتاج الداخلي وأصبحنا من شعب ربما على خط الفقر إلى شعب يعيش الفاقة، وهذا قد يخرجنا عن الفاعلية السياسية ولن يترك إلا النخب التي تمول الآن من الخارج، سواء كانت هذه النخب مع السلطة الشرعية أو كان الناهبين الداخليين كجماعة الحوثي، سوف يظل الفاعلين هم الفاعلين بحكم الإمكانيات والموارد. مع الأسف نحن تعاملنا مع البلد كأننا مسافرون أو كأننا لا ننتمي إليه، روح الانتماء كانت ضعيفة، ربما
الجميع ما بقى راهننا على الجيل الثاني والثالث، راهننا على جيل الشباب الذي قاتل في كل الأماكن. والمؤسسة التقليدية ذات البنية الاجتماعية القبلية هي من تصدت وكانت روابطها قوية، أو من كانوا يؤمنون بإيديولوجية الثورة أو إيديولوجية الجمهورية وإمكانية التحول إلى المجتمع الديمقراطي. هؤلاء من قاتلوا وتصدرت الأحزاب في بعض الأماكن المشهد، في حين كان في أماكن أخرى العمل قبليا. مع الأسف الشديد من أتوا كحلفاء لنا أيضا كانت تتقدم مصالحهم وتعاملوا بنوع من التخوف، وكانوا أيضا هم يهدرون حليفهم المتمثلة بالسلطة الشرعية والذين هي تخلت عن دورها، وهم ساعدوها في التخلي ونقلوها باتجاههم، ففقدت كل من الملف العسكري والإنساني والسياسي وملف العلاقات، برغم أن البلد في منطقة يشار إليها بالبنان وكان يمكن أن تؤدي إلى مزيد من الحراك. ماذا لو أن السلطة تحركت باتجاه فتح علاقات مع الروس أو مع الهنود مع الصينيين مع هذه الأنظمة التي يمكن أن تساعدك متى ما ساعدت نفسك كما قال الدكتور، بدلا من البقاء متشبثين في الغرب؟ استطاعت بريطانيا أن تحقق بعض من مصالحها بإيقاف معركة الحديدة ورفع نسبة أجور النقل ورفع بوليصة التأمين البحري، واستطاع الأمريكان أيضا أن يمتلكوا بضرب النفط إمكانية إعادة إطلاق مشروع النفط الصخري مع الحفاظ على تدفقات النفط من البلدان العربية، وأيضا أعادوا بناء بعض التسويات وأحدثوا إرباكا واستنفذوا قسما كبيرا من المخزونات المادية الكبيرة التي كانت تراكمت في بعض هذه الدول المنتجة للخامات والمنتجة لخام الطاقة بالتحديد في شبه الجزيرة العربية منذ ما بعد 11 سبتمبر، إذ أن قسما منها من إيراداتها حول داخليا لكنه استنزف في مقابل تخزين الأسلحة التي قسما كبيرا منها تقليدي، وربما هذه البلدان صارت لا تشعر بالحاجة إليه. نعم، إذن أعود لي الدكتور علي العبسي. دكتور، يجد الأستاذ عبد الهادي أن النخب اعتبرت الحرب استمرارا للتفاوض، أو يعني أصبحت هي أدوات لهذا التفاوض. برأيك أنت، بالنظر لهذه النخب على المستوى السياسي والدبلوماسي، كيف أصبحت سياسة النخبة اليمنية انعكاسا لمصالح القوى الإقليمية؟ علينا أولا إعادة تعريف النخب في اليمن. النخب ليس لدينا فقط نخب سياسية، هناك نخب اجتماعية وهي الفاعل الرئيسي، يعني بالنخب الاجتماعية هي شيوخ العشائر والقبائل والقوى الاجتماعية الأخرى، وإضافة إلى قادة أحزاب وقادة عسكريين ومسؤولين كبار في الدولة، هذه النخبة. دعينا نتذكر أو نستعيد أولا تاريخ اليمن منذ 1962 ومن قبلها حتى. الأطراف السياسية والأحزاب السياسية والحركات السياسية في اليمن كانت دائما لديها راعي خارجي، كان لديها دائما ارتباط خارجي دائما، يعني سواء أو رعاية خارجية، كان سواء راعي ايديولوجي أو راعي ايديولوجي ومالي، يعني الكل كان يعني يتقاطع أو يعني هو في انعكاس لتيار سياسي يعني خارج اليمن. لا يوجد لدينا تيار وطني بالكامل في اليمن، فشلنا في تكوين هذا التيار الوطني. التيارات اليسارية كان لديها أيضا انتماءاتها الخارجية سواء ماركسية أو قومية ناصرية أو بعثية بجناحيها، أو حتى التيارات الإسلامية أيضا، يعني كان لديها أيضا ارتباطاتها بالقوى الأخرى، بدأت بالإخوان المسلمين ثم انتهت بالانتماء إلى التيار الوهابي السعودي الذي مولها وقدم لها الغطاء الإيديولوجي والمادي. هذه النخب استمرت حتى يعني في تاريخ النخب اليمنية كانت دائما لديها ارتباطات مع القوى الإقليمية ومع القوى الدولية. دعينا نتذكر اللجنة الخاصة في المملكة العربية السعودية التي كانت تدفع أموال ورواتب شهرية لقادة في الدولة وشيوخ قبائل في اليمن. أعتقد هناك حديث أن الرئيس السابق علي عبد الله صالح كان أيضا على قائمة من يستلمون الرواتب من اللجنة الخاصة السعودية، وقادة أحزاب معارضة، وزراء سابقين، قادة عسكريين، شيوخ قبائل. كان هناك دائما ارتباط للنخب السياسية اليمنية بالخارج، بالخارج الإقليمي أو الدولي. ولذلك هذا ما نرى هنا أنه استمرار لذلك، هنا هو استمرار للمرحلة للفترات السابقة. هذا من جهة. جهة أخرى أيضا سلوك النظام السابق، سلوك النظام علي عبد الله صالح القائم على الزبائنية مع النخب السياسية.
يعني بمعنى انه ادار علاقته معهم بوفق المصالح، شوف قبائل اللي كانوا متمردين كان يمولهم او يعطيهم مصالح ومميزات اقتصاديه او في الدوله، ايضا حتى زعماء الاحزاب المعارضه يعني عندما كانوا يلتقون مع الرئيس السابق كانوا يلتقون في مقيله الخاص، كان هناك بينهم علاقه خاصه، كان يقدم لهم ايضا نوع من الخدمات والامتيازات. كل النخب السياسيه اليمنيه كانت متورطه، بالارتباط بهذا الطرف او ذاك او في رعايه مصالحها الشخصيه ومصالح احزابها بالكثير اذا كانت هناك احزاب يعني ذات وزن يعني. لا. بالنتيجه ما نراه الان هو انعكاس لهذه الازمه، يعني نحن ليس لدينا نخبه وطنيه حقيقيه، ليس لدينا نخبه وطنيه سياسيه مستقله يعني مهمتها الحفاظ على الهويه الوطنيه، الحفاظ على استقلال البلاد، الحفاظ على مصالح البلاد. ونشاهده الان ذلك انعكاسا للاداء الشرعيه واداء حتى كل الاحزاب، سواء كان الحوثيين لديهم ارتباط ايراني، المجلس الانتقالي لديه ارتباط اماراتي سعودي، الشرعيه اليمنيه ايضا لديها يعني تحت العباءه السعوديه. من هو الطرف اليمني الذي ليس لديه غطاء مالي او غطاء اقليمي؟ لا يوجد، انا لا اعتقد ان هناك فعلا طرف يمني مستقل نستطيع ان نتحدث عن من خلال عن نخبه سياسيه وطنيه يمنيه مستقله. نعم، اذا الى اي مدى برايك دكتور يمكن للمحيط الاقليمي تحمل تبعات خروج الملف اليمني من يده الى دائره اوسع او بمعنى صح انفلات الامر من بين يديه؟ يعني حتى هذه اللحظه لا يوجد، لا اعتقد ان هناك خطر انفلات الملف اليمني من اليد السعوديه بالذات، يعني دعيني نكون اكثر تحديدا، يعني الملف اليمني هو بالنسبه للمجتمع الدولي، وعندما نتحدث عن المجتمع الدولي نحن نتحدث عن الولايات المتحده الامريكيه والدول الغربيه. هذه الدول ترى الملف اليمني ملفا سعوديا، شانا سعوديا خاصا يعني. وساهم في ذلك ايضا اداء الحكومه الشرعيه اليمنيه التي وضعت كل البيض في السله السعوديه، التي انطوت تحت العباءه السعوديه، تتحرك الى وفق تفاهمات، يعني هذا تعبير هو اكثر تادبا ربما ومحافظه، يعني اذا اردنا ان لا نسيء اليهم، ضمن تفاهمات مع السعوديه، وبالتالي المجتمع الغربي يرى الملف اليمني ملفا سعوديا بالكامل، ولذلك راى الملف الصراع عند لم يراه بين طرف الحكومه الشرعيه اليمنيه والحوثيين، بل راه بين السعوديه والحوثيين من جهه، او بين عندما في نظره بعد هو بين السعوديه وايران عبر وكلائها المحليين في اليمن. المجتمع الدولي ربما ليس مهتما بموضوع اليمن الا من ناحيتين فقط، والناحيه الانسانيه بسبب المعلومات والتقارير التي تتحدث عن الاوضاع الماساويه التي يعيشها الشعب اليمني، هذا من ناحيه، ثانيه او ناحيه اخرى هي مساله الامن السعودي، وامن السعودي معنا امن النفط وامن امدادات النفط. هذين الموضوعين الرئيسيين هما يحركان المجتمع الدولي بالنسبه لليمن. نعم. انا لا ارى في الفتره القادمه ان المجتمع الدولي او الملف اليمني قد يخرج من يد السعوديه الى المجتمع الدولي. نعم، اذا ساعود اليك. ليس لديه مصلحه. نعم، نتحدث عن هذه النقطه. نعم، ولكن بعد أن أخذ رأي الأستاذ عبد الهادي في مسألة النخب الذين ربما يرى الكثير أن اليمن تعاني من نخبها السياسية بكامل أطرافها أو الثقافية والاجتماعية كما ذكرهم الدكتور علي، ربما منذ القدم، منذ أن استعان سيف بن ذي يزن بالتدخل الفارسي، مرورا بكثير من الأحداث التاريخية، حتى علي عبد الله صالح والذي تم ذكر نظامه من قبل الدكتور علي والذي استعان بالخارج ويعني كان لديه مصالح إقليمية ودولية معهم لتعزيز سلطته، وحتى ما يحدث الآن أستاذ عبد الهادي من ولاءات متعددة، برأيك يعني ما سر تشكل هذه الولاءات العابرة للحدود؟ أعتقد أن سر تشكل هذه الولاءات طبيعة الموقع الجغرافي وارتباطاته الجيوسياسية بالإقليم. اليمن كان طوال تاريخه بلدا وسيطا تجاريا، وقلما كان اعتماده على الداخل. اليمن تشكل منذ التاريخ القديم عبارة عن إمبراطورية بحرية وسيطة في العلاقات التجارية، كانت وسيطة بين الإقليم المداري وبين البحر المتوسط عبر طوال هذه المراحل التاريخية، تقريبا إلى أن سقط العالم العربي تحت ما عرف بالفتح العثماني أو الإمبراطورية
العثمانية والخلافة العثمانية في عام 1000 وما بعد عام 1517 بسقوط مصر. فأعتقد أن هذا الخط أو هذا الملف تم من العصر الحميري أو من 2000 قبل الميلاد، ثم امتد إلى 500 ميلادي ودخل اليمن عندما تم حظر استخدام البخور وغيره في المجمع الكنسي. دخل اليمن حربا أهلية ليعاد اليمن توحيده في العصر الإسلامي، ثم سيطرت تجارة التوابل والجانب البحري على الجمهورية اليمنية، انتعشت عندها على مستوى في بني رسول والطاهريين أي قرابة القرن السادس عشر الميلادي، من القرن الثالث عشر إلى السادس عشر الميلادي بشكل كبير انتعشت تجارة التوابل الإسلامية. واليوم لا زال هذا المكان مهما استراتيجيا كمقدمة لأفريقيا، لذلك يدرك اليمنيين يعرفون كل المناطق المحيطة والمناطق التجارية أكثر مما يعرفون المحافظات في الداخل وبعض المناطق الداخلية. يهتم منذ أن اختلت هذه البنية في النظام الحميري القائم على أساس النظام المركب ما بين ما عرف بالنظام الأقيال والدولة المركزية، ثم القافلة التي كانت توحد هذا البلد من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب وتصنع له مجموعة من المصالح. كل هذه الانهيارات كان اليمن ينتعش كلما اتجه بحريا ويقل أثره كلما انكمش نحو الداخل، وهو انكمش مع الإمامة الزيدية التي توالت، لأن هؤلاء مجاميع قارية وكانت قادمة من شمال الشمال. لذلك البلد ليس فقيرا ولديه شعبا نشط جدا، لكنه فقيرا في الإدارة والقيادة. هذه الطبيعة اكتسبها اليمنيين لأن الدولة تعاملت معهم أيضا كخصوما تكبيهم ولا يشعرون بالانتماء. غاب هذا الجانب، لم تقد الدول القائمة في هذا البلد لم تقد على تنمية موارده وتطويرها، وإذ لا يوجد بلدا مطلق الموارد في العالم. ولو حسبت هذه المسائل من حيث الأدائية والثراء لكان مثلا المواطن الروسي هو أغنى مواطنا بالعالم بحكم موارد روسيا، ولكان الياباني في المقابل هو أفقر مواطن بحكم الموارد اليابانية. لكن هي مسألة الإرادة والإدارة، وكلاهما عندما تمزجان ويكون هناك تحدي قائم. لكن مع الأسف الشديد دائما ما تعرف هذه المناطق التي تتواجد من حيث البنية الإقليمية واستراتيجية موقعها كوسيط تجاري أو مضاربين تجاريين أو مرحلة للتواصل دائما ما تكون ملحقة بقوى التجاذب، إما مصادر البضاعة ويتحولون وكلاء لها، وإما السوق ويتحولون بمثابة جنودا لحل أزمات ذاك السوق. وهذا ما توارد عليه اليمنيين، وبالتالي توزعوا على هذا الأساس من جنوب على جنوب شرق آسيا وشرق أفريقيا، وأيضا لا زال يتوزعون في العالم بهذه الآلية نظرا لغياب هذا القائد القطري أو القائد الوطني للبلد والمشروع الوطني الذي يتعامل مع الجميع كمواطنين لا يتعامل معهم كاحتكارات. مع علينا أن ندرك أيضا ما تم تصريفه بالنسبة لليمن كما يذكر كابلا في هذا الجانب، أن الجمهورية اليمنية استنادا إلى نظرية الصراع المركزي، أن الجمهورية اليمنية بلدا ذا جغرافية مجزأة، أي أنه ليس وحدة جغرافية لا يقطعه نهر، وأيضا أقاليمه المناخية تكاد تتوزع بحسب تضاريسه إلى خمسة حسب البنية، من الساحل نحو الداخل، الساحل وجهته نحو القادم من البحر، والجبال وجهتها قلقة وهي بمثابة حصون، ثم المنطقة الداخلية أكثر انعزال، ثم المنطقة الصحراوية الأكثر انعزالا من المناطق السابقة. هنالك جغرافية مختلفة، نحتاج اليمنيين أن نبدأ بمساعدة أنفسنا بشكل أساسي وأن لا نتفق على ماذا نريد. مع الأسف الشديد عندما يتحاور اليمنيين فإننا لا نتحاور لكي نستوعب بعضنا البعض، لكننا نتحاور ليستبعد كل منا الطرف الآخر، وبحيث يتفرد لأن يكون ممثلا وحيدا للقوى الإقليمية التي يعتقد أنه حليفة في الداخل ولا حليف لهم إلا هو، إما كتابع إيديولوجي ليس من باب الندية، بل مع الأسف النخب اليمنية تتعامل من باب التابع لا من باب الند.
نعم. إذا يعني يرى الدكتور علي في حديثه السابق أن الملف لم ينفلت بعد من يد السعودية ولن تسمح أو يسمح المجتمع الدولي بانفلاته من يدها، فهي ترى الملف اليمني أنه ملف سعودي 100%. برأيك بعد إهدار 5 سنوات في حرب عبثية، هل يمكن للسعودية أن تستدرك هذا الأمر؟ أعتقد أن التصريحات الأخيرة للملك ولي العهد أن اليمن جزء من أمن المملكة، حدد اتجاها واضحا لهذا الجانب، وأننا عادة ما يتم الآن عمليا بدعم الحوثيين بشكل معلن أو غير معلن من قبل الغرب الذي يحسبهم على إيران هو ابتزاز المملكة، أي أننا المعبر والمدخل لاستحلاب وابتزاز المملكة العربية السعودية وكيل اتهامات وجعلها توقع اتفاقيات مختلفة، وأن هناك بعض الأطراف المحلية والدولية هي من تدعم الحوثيين سواء بما يعرف الآن بالصواريخ البالستية أو أيضا ببعض الطائرات المسيرة. هذه تقنية لا نملكها كإقليم، وإن كانت التهمة لإيران، لكن أنا أشك أن هذه المسألة متجهة خارجيا. هنالك من حاول استخدام الحوثيين كما سعى البريطانيين مثلا والأمريكان لاستخدامهم تهديدا على خط التجارة الدولية أشبه بالقراصنة الصومال، بهدف واحد وبسيط هو إطلاق يد ما يعرف بالشركات أو تحسين وضع شركات التأمين الدولية وبخصوصا التأمين على النقل البحري وعلى الطاقة وهو السوق الرائج، أي أن مدخلنا يتم التعامل معنا بحكم أننا جارا لسوق كبير يجبي أموالا كبيرة جدا في المملكة العربية السعودية تقريبا. نعم. يتجاوز إنتاج 13 مليون برميل، هناك أكثر من 25 مليون برميل تنتجه المنطقة. نعم. من شمال اليمن وصولا للعراق. نعم، أعود للدكتور علي. دكتور علي، إذن يعني ما مصير برأيك الحرب والانقلابات والتسويات السياسية وفق كل هذه المعطيات في دقيقتين إن تكرمت؟ والله نريد ان نكون متفائلين يعني، لكن الوضع على الارض لا يبشر بخير يعني، لا يبشر بخير. يبدو اننا سنستمر ايضا لفتره ايضا غير منظوره في المستقبل في دائره الصراع والحرب. ربما قد تخف الحرب بطريقه اخرى، لكن الصراع سيستمر باساليب اخرى وبطرق اخرى. اذا كانت الحرب الان ربما تقريبا هي شبه متوقفه، الحرب في كل الجبهات تقريبا شبه متوقفه، في تعز، في البيضة، في مارف، في نهم، في الجو، في الحديدة، ربما هناك مناوشات فقط في صعدة. الحرب تقريبا شبه متوقفة، واعتقد ربما قد نرى توقفا لها عن طريق هدنة اذا صدقت التسريبات هذا الموضوع، لكن الصراع سيستمر، لازم تستمر. لا يوجد هناك حل حقيقي، لا يوجد هناك حل حقيقي. التقاطعات الموجودة تقاطعات لا يوجد هناك حل وسط بينها، هناك معادلة صفرية. الصراع في اليمن هو معادلة صفرية، كل طرف يريد ما يريد مصالحه ويريد ما يخطط له. الحوثيون لديهم عقيده معينه ويريدون تطبيقها وتنفيذها في اليمن. المجلس الانتقالي يريد دوله خاصه، يريد استعادة دوله الجنوب بمسمى جديد وبهويه جديده. الحكومه الشرعيه اليمنيه ايضا لا يمكن ان تكون شرعيه ولا يمكن ان تستمر اذا لم تعدل العاصمه صنعاء. وبالتالي لا اعتقد ان الصراع سيجد طريقا حل في المستقبل القريب. نعم. إذا شكرا لكما ضيفي العزيزين أستاذ عبد الهادي العزازي وكيل وزارة الثقافة، كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من تعز. أشكر لك أيضا دكتور علي العبسي الباحث في العلاقات الدولية، كنت معنا عبر الهاتف من برلين، وهو كذلك لكم مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم. لن ألتقيكم في مساء يمني جديد في الأسبوع المقبل. كونوا برعاية الله وأمنه.